مساء الخير على كل حضراتكم، سعيده بوجودي معاكم النهارده في هنا مسبيرو. وفي هنا مسبيرو نستعرض مع حضراتكم ما يحدث على ارض الواقع وما حدث في مصر اليوم من اجتماع مهم جدا واستضافه مصر في العاصمه الاداريه الجديده للكوميسا. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس قمه السوق المشتركه للدول شرق وجنوب القاره الافريقيه الكوميسا في الدوره 21 وتعود لمصر رئاستها بعد 21 عاما مره اخرى. حدث مهم جدا يحدث على أرض مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة. بنشوف مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس في الافتتاح اليوم ونعود مرة أخرى. مما لا شك فيه أن تعاوننا لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. ومما لا شك فيه أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها، والأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعميق التعاون الصناعي المشترك. ومن هذا المنطلق فقد قامت مصر بإعداد مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجيات الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الإفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع في الكوميسا. نعود مع حضراتكم مرة أخرى وبعد ما استعرضنا جزء من كلمة سيادة الرئيس اليوم في افتتاح الكوميسا، معنا على الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير خارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم، ويعني حضرتك خير من يحدثنا عن علاقتنا بافريقيا، وحضرتك مثلت مصر كثيرا في افريقيا يا فندم. كيف رايت وجود الكوميسا اليوم مره اخرى ورئاسه مصر اخرى برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الكوميسا اليوم؟ خطوه جيده جدا في توقيت مناسب للغايه، لان كما تعلمين احنا انضمينا للكوميسا بعد انشائها بسنوات، ومع ذلك بحكم ان مصر هي اكبر اقتصاد في القاره استطاعت ان تحرر التجارة مع دول الكوميسا 21 دولة، لا جمارك بيننا ولا أي عوائق جمركية، وبالتالي تضاعفت صادرات مصر 3 مرات. الخبر الجيد الأول، الخبر الجيد الثاني أن الميزان التجاري مع في التجارة مع أفريقيا بيحقق فائض لصالح مصر. المناسبة الثانية اللي ننوه عنها هي أن نجاح الكوميسا أغرى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي سنة 2014 أن نقترح أن تعم التجربة حيث تجتمع كل مناطق التجارة الحرة في قارة أفريقيا، هو 3 تجمعات رئيسية في تجمع كبير واحد، يبقى هيبقى عندي 51 دولة، 1200 مليون مستهلك، ده هيبقى أكبر سوق في العالم، وده إغراء شديد للي يحب يجي يستثمر في مصر، إن مصر مش دولة 100 مليون، لا ده منفتحة على 1200 مليون في أفريقيا، على 400 مليون في العالم العربي، على 500 مليون في اوروبا. اذا نحن نسير على الطريق السليم، ليس فقط لتوسيع التجاره وانما التفاعل التجاره كطرق للنمو. ثم نركز مع افريقيا لكي نعوض فتره غابت فيها الرئاسه عن افريقيا، وصرنا والحمد لله يعني موجودين طوال الوقت. لدينا قياده ما شاء الله، بارك الله في صحه الرئيس، جاب القاره طولا وعرضا. وصرنا مرة أخرى متمكنين من دبلوماسية الرئاسة أو دبلوماسية المطارات، ونتطلع إلى حقبة جديدة من مزيد من التعاون الإفريقي، ليس فقط في التجارة وإنما أيضا في الاستثمار، في التعاون الفني، في التعاون الثقافي والاجتماعي.
طيب سيادة السفير اسمح لي يعني استعرض مع حضرتك اكثر من حضرتك قلت اكثر من نقطه مهمه يا فندم، وهي التكامل وعوده مصر لقوه بعلاقتها بافريقيا. هذا التكامل الاقتصادي الثقافي السياسي طبعا والدبلوماسيه المصريه اللي حققها الحقيقه سياده الرئيس بنجاح، كيف ترى فرص الاستثمار في الفتره القادمه، وخاصه مثلا تم الحديث عن ربط الطرق القاره الافريقيه منها طريق القاهره كيب تاون؟ بالتأكيد هو احنا يعني عندنا هنا موضوعين مهمين. الموضوع الاول ان هذه القارة قارة مظلومة، ورغم انها افقر القارات ان الاموال التي تخرج من افريقيا الى العالم المتقدم اكثر من الاموال اللي تأتيها من هذا العالم المتقدم. نتيجة طبعا افريقيا بتدفع ديونها، بتدفع فاتورة المشتريات بتاعتها، لكن مش بتصدر بالقدر الكافي ولا بتجذب استثمارات بما يغطي هذه الفجوه، مع انها الاغنى في الموارد يا سياده السفير. نعم. الرئاسه المصريه نجحت ان تجذب مستثمرين من اوروبا والصين واليابان، الدول المجموعات الثلاثه دول وافقوا ان احنا ندخل افريقيا باستثمارات، لان افريقيا محتاجه اكثر من التجاره، محتاجه استثمارات. على الطريق اللي حضرتك بتتكلم عنه، عاوزين ننشر شركات الطيران في كل انحاء افريقيا، عاوزين نحسن من الموانئ، عندنا صغيرة ما بتستقبلش السفن الكبيرة، عاوزين نحسن من البيروقراطية، وبالذات النظام المصرفي في افريقيا يحتاج لكثير من الجهد لتحسينه. كل دي مجهودات ستسهم في النهاية ان شاء الله الى مزيد من الاستثمارات من الدول الغنية بخبرة مصرية، ولدينا الوكالة المصرية للمشاركة في افريقيا والتنمية وعلى الارض الافريقية. هذه الخلطة الطيبة من الخبرات المصرية سوف تقدم نفسها للعالم لمزيد من الاستثمار، لمزيد من التجارة، لمزيد من التعاون الفني، خصوصا ان احنا طبعا نعتز ان اصغرنا الشريف بيستضيف عشرات الالاف من ابناء افريقيا للتعلم في الازهر، وايضا معلمين يذهبون الى الدول الافريقية لتعليم ابنائها كل انواع السبل التعليمية. صحيح. استاذن حضرتك سياده السفير، تظل معنا بس على التليفون، هنسمع لجزء اخر من كلمه سياده الرئيس ونعود مع حضرتك مره اخرى. ولذلك فقد استهدفت الرؤيه المصريه لرئاسه الكوميسا طرح عدد من المبادرات للمساهمه في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصاديه ذات الاولويه بين دول الكوميسا على الاجلين القصير والمتوسط. واسمحوا لي ان اشارككم بايجاز شديد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر للكوميسا على النحو التالي. أولاً، بالنسبة للتكامل التجاري والإقليمي وإزالة العوائق الجمركية، فإن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائماً لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل. ولقد دأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على إزالة أي عقبات تحول دون قيام الدول الأعضاء بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد. حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، وهو الأمر الذي سيساهم في مشاركة الدول بفاعلية لتطبيق الامتيازات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم الكوميسا. وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، كما أن مصر ستولي اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا. بنعود مع حضراتكم مرة أخرى، وبعود مع حضرتك سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، واستمعنا لجزء آخر من كلمة سيادة الرئيس اليوم في افتتاح الكوميسا يا فندم، وعايزة نستكمل حوارنا حول هذا الحدث المهم جدا الذي يحدث على أرض مصر، وأيضا كان هناك حديث حول تبادل أو وجود نظام لتبادل المعلومات وأيضا التبادل الرقمي ما بين الدول الأعضاء.
طبعا هو النهارده بندور على وسائل اخرى لتعميق العلاقه وتوسيعها، فمش هنركز على التجاره زي الاول. يعني التجاره استنفذت كل سبلها، عاوزين استثمار، عاوزين تبادل معلومات، بالذات في موضوع قلما ننتبه اليه وهو محاربه الجريمه المنظمه. احنا ملتزمين مع افريقيا، مع اوروبا، مع العالم كله بمحاربه الجريمه المنظمه في كافه اشكالها، سواء تجاره البشر، الهجره غير المشروعه، الارهاب، غسيل الاموال، وتجاره المخدرات. صحيح. التعاون في هذا طبعا يعتمد ايضا على الاجهزه الامنيه لكي نوفر معلومات لمحاربه الجريمه المنظمه. وتلاحظي لما بتحاربي كل واحده من هذه الجرائم الاربعه بتحاربي الباقيين بطريقه تلقائيه. فده نوع من التعاون. تبادل المعلومات مهم جدا ايضا في مسائل التجاره. يعني انا احدى تجاربي في افريقيا ان انا جبت كونتينر من المعلبات المصريه وبعناه للسفارات في افريقيا، لكن اهديت بعض من هذه المعلبات الى كبار المسؤولين. رئيس وزراء الكاميرون سايمون اشيزا تشوي يطلبني يقول لي انا مش بشكرك، انا بأهنئك لم نكن نعرف ان مصر تنتج هذه المنتجات. بالفعل المعلومات اهو. فتعالوا علمونا ازاي بدل الفاكهه بتاعتنا ما بتترمي في الارض، لان طبعا زياده عن قدرتهم على الاستهلاك والتوزيع، يبقى عاوزين نعمل معلبات. فدي احدى الصناعات المرشحه الان. يعني ايضا تبادل الخبرات الفنيه يا سياده السفير. مظبوط. واعتقد ان المنتج المصري يحظى بثقه كبيره جدا في السوق الافريقي. هو الان مصر يعني وجه مفضل ومحبوب، نحن وجه مقبول في القاره الافريقيه على طول الوقت. برضو جربنا ان احنا ليه ما ناخدش بعض الاراضي الزراعيه في افريقيا ونزرعها لحسابنا، خصوصا ان الامطار متوفره وتصبح زراعه القمح ارخص من الزراعه عندنا. وانا شخصيا ليا تجربه في هذا. اذا يعني التجارب كثيره وملفاتنا كلها مفتوحه وعلى استعداد لان نبدا حقبه جديده تعود بالخير على مصر وعلى البلدان الافريقيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على هذه المداخله القيمه، سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا يا فندم. وهاخد حضراتكم لخبر اخر. الحقيقه انه قبل بس ما نروح لخبر اخر، عايز اقول انه هذا الحدث الحقيقه مهم جدا، ليس فقط لوجوده على ارض مصر ولكن ايضا لتعميق العلاقات المصريه الافريقيه. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مره ثانيه. بنروح مع حضراتكم لخبر آخر بعد طبعا الكوميستا، وهو يعني الحدث الأبرز اليوم على الساحة. أيضا اليوم نائب وزير الصحة للسكان، الكثافة السكانية مرعبة ومواجهتها مسؤولية مشتركة. قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان أن الكثافة السكانية مرعبة ناتجة عن سوء توزيع السكان، مضيفا أن الزيادة السكانية في مصر تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه جهود التنمية في مصر. اليوم عقد المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بالتعاون مع الجهات المعنية بالقضية السكانية لدراسة الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية للمواطنين بتلك القضية الهامة. ومعنا على التليفون دكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. ويعني عايزين نتكلم عن هذا المؤتمر ايضا مهم. الحقيقه انه الكثافه السكانيه هي مشكله يعني قديمه متجدده موجوده طول الوقت، وطبعا بتلتهم اي زياده واي تنميه بتحدث طول الوقت. كيف رايت حضرتك هذا المؤتمر اليوم واهميه الخطاب الاعلامي الموجه لمحاربه الكثافه السكانيه؟ والحقيقه النهارده المؤتمر نظمته الهيئه الوطنيه للاعلام، وكان المؤتمر بيتناول أساسا ما هي القضية السكانية، حجم القضية السكانية تحديدا، وما هي المقاربات التي تتناولها الاستراتيجية القومية للسكان للتعامل مع القضية السكانية. طبعا التناول الإعلامي للقضية هام جدا، لأنه هو اللي بيوصل الموضوع إلى المواطن ليدرك حجم وأبعاد القضية وما يجب على كل منا أن يفعله لكي يحقق مسؤولياته تجاه الوطن لكي نصل إلى ما نطمح إليه، وهو إحساسنا بجهود التنمية وانعكاس هذه الجهود على المواطن المصري. دكتورة فاتن، تعتقد حضرتك إيه اللي بنحتاجه ليصبح الخطاب الإعلامي أكثر تأثيرا في قضية الكثافة السكانية؟
محتاجين ان احنا فعلا نتكلم مع الشرائح المختلفة، كل واحد بما يناسبه. يعني الخطاب الذي نوجهه لأهالينا في الصعيد هيختلف عن الخطاب الذي نوجهه لأهالينا في الوجه البحري. بالتأكيد كل منطقة ليها ما يناسبها من حيث الخصائص التي تميزها. حاجة تانية كمان مهم جدا ان انا اتعامل مع الشرائح العمرية المختلفة، لان كل شريحة عمرية ولها الخطاب الذي يناسبها. احنا محتاجين بالفعل ان احنا نبدأ نشوف كل شريحة اهتماماتها، طريق الوصول إليها، لأن الطريقة التي نصل بها لشريحة الشباب مثلا ممكن تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنهم أكثر اهتماما بوسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. غير الطريقة اللي حنصل بها لأهالينا في الصعيد مثلا، هيهتموا بالتلفزيون، غير أهالينا في الحدود هيهتموا بالإذاعة. أعتقد حتى أهالينا في كل مكان في مصر أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، يعني الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي. يا دكتور فاتن، طبعا أكيد. اسمحي لي حضرتك، عايزه اعرف بس احنا اعتقد ان احنا الفئه المستهدفه بالنسبه لنا اكتر هي فئه الشباب والاجيال القادمه، لانه هم دول اللي احنا عايزين نوجه لهم اكتر خطاب الاعلامي. تعتقدي حضرتك ان هم ممكن يكونوا اكثر استجابه او اكثر انفتاحا كاجيال جديده موجوده منفتحه على العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وموجوده على النت؟ بالتاكيد هيكونوا اكثر استجابه واكثر انفتاحا اذا احنا قدرنا نوصل لهم القضية بالشكل اللي هم يقدروا يستوعبوه ويدركوه. الحاجة التانية كمان مهمة قوي ان الشباب يكلموا الشباب. يعني صحيح. الشاب اكثر تأثيرا على الشاب اللي زيه، اكثر قدرة على معرفة هو مهتم بايه، ايه نوع الخطاب اللي هو حيستمع اليه، ايه نوع الكلام اللي ممكن يوجه اليه، وايه اللي ممكن يستجيب ليه. علشان كده بنركز دائما على ان احنا نشتغل مع الشباب علشان الشباب اللي زيهم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، شكرا جزيلا لحضرتك. وناخد حضراتكم لفاصل ونرجع نستكمل أخبار. نعود مع حضراتكم مرة أخرى ونستكمل أخبارنا لليوم، وبيان صادر عن وزارة المالية تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة العقارية، منافذ بالأندية وماكينات للتحصيل الإلكتروني بالقرى السياحية للتيسير على المواطنين، 5.1 مليار جنيه مصري حصيلة الضرائب العقارية من المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال 4 شهور. معنا للحديث حول هذا الخبر على التليفون أستاذ ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذ شيرين؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بحضرتك. ويمكن احنا عملنا حلقة كاملة الاسبوع الماضي عن هذه التسهيلات الكبيرة جدا الحقيقة المقدمة، سواء لضريبة التصرفات العقارية او المقدمة عموما لتسجيل، فيا ريت حضرتك تكلمنا عن هذه التسهيلات. ماشي. الاول انا عايز بس نفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية. تمام. ضريبة التصرفات العقارية دي ضريبة بتحصلها مصلحة الضرائب المصرية اللي هي الضرائب الأعلى الدخل. أما الضريبة العقارية فدي ضريبة بتحصلها مصلحة الضرائب العقارية، ودي ضريبة على الوحدات العقارية سواء سكنية أو غير سكنية. صحيح صحيح، تمام يا فندم. وضريبة التصرفات العقارية دي ضريبة بتحصل بواسطة مصلحة الضرائب على الدخل لما المالك الوحدة بيبيعها. يعني فقط عند البيع يا فندم. ايوه عند البيع. اما الضريبة العقارية دي ضريبة سنوية بتحصل سنويا. لا معلش، ممكن نستوضح النقطة دي؟ يعني اذا ضريبة التصرفات العقارية فقط عند البيع وليس اذا كان الواحد بيملك الوحدة العقارية، مظبوط؟ بالظبط يا فندم، بالظبط كده. بالظبط. ماشي، عشان ايه بس السادة المشاهدين يعرفوا في الفرق بين التصرفات العقارية والضريبة العقارية. والضريبة العقارية. بالظبط. احنا بالنسبه لتصريحات سياده الوزير، احنا فعلا حصلنا خلال الفتره من يوليو الى 31/10 حصلنا حوالي 1.5 مليار ضريبه عقاريه. مصلحه الضرائب العقاريه بتقوم بتحصيل 3 انواع من الضرائب. ضريبه المباني، وضريبه الملاهي، وضريبه الاطيان، متاخرات الاطيان الزراعيه، لان ضريبه الاطيان الزراعيه متوقفه حاليا. فبنحصل المتأخرات بتاعتها، فحصلنا خلال الفترة من 1/7 إلى 31/10 حوالي 1.5 مليار جنيه. ده بالنسبة للحصيلة. أما بالنسبة للحصر اللي بيتعمل بقى كل 5 سنين، طبعا الحصر ده اتعمل في 2013، احنا قعدنا حوالي 7 سنين أو 8 سنين
اتأجل الحصر لمدة 3 سنين، فإحنا بنعمل حصر من يناير 21 على الوحدات العقارية كلها. إحنا عملنا حصر دلوقتي لحوالي 43 مليون وحدة عقارية، سواء كانت الوحدات دي سكنية أو غير سكنية. يعني حتى الإدارية يا فندم؟ حتى الإدارية والمهنية. والمهنية والمصانع والشركات والمؤسسات، كل الحصر تم على الوحدات دي كلها سواء سكنية أو عقارية في مصر يعني. أيوه بالظبط كده، بالنسبة للثروة العقارية في مصر. فإحنا حصرنا لغاية دلوقتي حوالي 43 مليون وحدة عقارية. ومنتظر إن شاء الله إن إحنا هو الحصر هينتهي في 31/12/21. فمنتظر لغاية 31/12/21 يبقى حاصرين حوالي 45 مليون وحدة عقارية سواء سكني أو غير سكني. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم، أولا إجراءات تسهيل تحصيل الضريبة، أيضا التسهيلات اللي بتقدمها مصلحة الضرائب العقارية، وعايزين نعرف من حضرتك يعني أنا سمعت بس حضرتك صلح لي قبل كده أنه الوحدة اللي أقل من 1.5 مليون ليس عليها ضريبة عقارية، هل هذا صحيح يا فندم؟ هقول لحضرتك حاضر. دلوقتي احنا طبعا الضريبه العقاريه بتحصل على الوحدات السكنيه او غير السكنيه ايا كان نوع بنائها. تمام؟ في اعفاء عملته القانون 196 سنه 2008 عمل اعفاء للوحده العقاريه المخصصه للاسره لسكن الاسره. وطبعا الاسره اللي هي مكونه من الزوج والزوجه والاولاد القصر في حدود 2 مليون جنيه. 2 مليون يعني حتى الوحده لو تساوي حتى 2 مليون وهي وحده سكنيه ليس عليها ضريبه عقاريه. بالظبط حضرتك كده، دي الوحده الاولى اللي هي مخصصه لسكن الاسره. اما لو في وحده ثانيه بقى سواء كانت وحده مصيفيه في السخنه او في الساحل الشمالي او في اسكندريه عامه، دي بتحصل عليها ضريبه ايا كان قيمتها. تمام؟ يبقى الوحده الاولى اللي هي مخصصه للاسره معفاة من الضريبة في حدود 2 مليون جنيه. أما الوحدة الثانية فخضع أيا كان قيمتها. أيا كانت قيمتها. بالظبط حضرتك كده. طيب عايز أعرف برضو من حضرتك أنه أنا قريت اليوم أنه هناك نفي أن ما فيش تحصيل أي ضريبة على الكفور والنجوع. بالنسبة هقول لحضرتك ليه؟ لأن بالنسبة للكفور والنجوع أو القرى عامة، القرى هنلاقي أن الوحدات العقارية اللي موجودة فيها فعلا بتقل عن 2 مليون جنيه. صحيح. وكلها مخصصة لسكن الأسرة. فهتلاقي مثلا الأب باني دور فوقيه لابنه، باني دور تاني لابنه التاني أو لبنته وهكذا. فكل الوحدات تقريبا اللي في القرى معفاة من الضريبة العقارية. لأنها بتقل قيمتها عن 2 مليون جنيه. فبالتالي اذا هي معفاه. طب برضو عايز اعرف من حضرتك يا فندم يعني التسهيلات اللي في اطار التسهيلات اللي بتقدمها مصلحه الضرائب العقاريه، نقول ايه للساده المواطنين بيتفرجوا علينا النهارده لو حد عنده اي سؤال ازاي يتجه يخلص الضريبه العقاريه اللي عليه عشان يكون مخلص اجراءاته مظبوط، لان في ناس بتبقى مش عارفه تبدا منين. تمام. طبعا بالنسبه للتسهيلات اللي عملتها المصلحه بالنسبه للممولين اللي هم دافعي الضريبه العقاريه، عملت بالنسبه لما كنا في الصيف كنا عاملين وحدات موجوده في القرى الساحليه. كافه القرى الساحليه كان فيها وحدات متنقله بتجوب هذه القرى لتحصيل الضريبه العقاريه، ده بالنسبه للوحدات المصيفيه. اما بالنسبه للوحدات السكنيه اللي موجوده بقى في القاهره او الجيزه او اسكندريه او كافه المحافظات الاخرى اللي بيستحق عليها ضريبه عقاريه، بيتم التحصيل يا اما في المأمورية المختصه او في المصلحه نفسها، مصلحه الضرائب العقاريه نفسها في القاهره في اي مكان يعني. تمام. انا بشكر حضرتك الحقيقه، شكرا جزيلا يا فندم. استاذ ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحه الضرائب العقاريه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على هذه المعلومات والمداخله القيمه. اعتقد انه الامور بقت سهله وواضحه واصبح كل واحد يستطيع ان هو يسدد ضرائبه ببساطه ويصل بسهوله. هناخد حضراتكم للخبر الاخير اليوم وهو الكهرباء الهيدروجين الاخضر وقود المستقبل خلال 10 سنوات المقبله. طبعا كلنا عارفين انه الوقود الاحفوري اللي هو البنزين او السولار يعني العالم كله اجمع على انه يجب ان يقلل منه بنسبه كبيره بسبب ما يحدث من تغيرات مناخيه كبيره جدا زي ما حضراتكم شفتوا، تغيرات مناخيه يعني تهدد الحقيقه كوكب الارض بشكل كبير، الجلوبال وورمنج او يعني زياده حراره الارض.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع 5 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات ذات الخبرات التكنولوجية المتعددة للبدء في المناقشات والدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا أن الهيدروجين الأخضر سيكون وقود المستقبل خلال 10 سنوات المقبلة. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية اليوم، وبعد الفاصل ألتقي حضراتكم مرة أخرى وحديث مهم حول إدارة الأزمات عموما وفي مصر خصوصا مع دكتورة هالة المناخلي، وحوار مهم أرجو حضراتكم تتابعونا بعد الفاصل مباشرة. نعود مع حضراتكم مرة أخرى، والنهاردة في فقرتنا الحوارية الثانية بنتكلم عن علم مهم جدا وهو علم إدارة الأزمات. والحقيقة مفيش أزمة أكتر من الأزمة اللي مر بيها العالم كله وهي أزمة كورونا. طبعا كانت أزمة عالمية كبيرة جدا، كانت محتاجة إلى كثير من التعامل معها من فن وعلم إدارة الأزمات، وهو علم الحقيقة مهم جدا. هنتكلم عن هذا العلم وعن إدارة الأزمات عموما وإدارة أزمة كورونا خصوصا في مصر مع ضيفتنا العزيزة اللي مشرفانا منورانا النهارده دكتورة هالة المناخلي استشاري السلامة والصحة المهنية. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا بحضرتك. يعني زي ما قلت كده ان علم إدارة الأزمات الحقيقة علم مهم ويدرس في العالم منذ فترة طويلة، ولكن اعتقد ان احنا في مصر في الفترة الأخيرة تنبهنا لوجوده وتم إدارة الأزمة بشكل جيد. حضرتك اشرح لنا ما هو علم إدارة الأزمة. شوفي، إدارة السلامة في جزء منها مهم جدا اسمه إدارة المخاطر. والأزمة اللي احنا فيها دلوقتي هي عبارة عن حالة طوارئ، بس حالة الطوارئ دي كبرت لدرجة بقت أصبحت مفيش تحكم فيها، خرجت عن نطاق السيطرة على مستوى العالم. فهنا احنا بنحتاج لما الأزمة بتوصل حالة الطوارئ فيها إنها تخرج كده بالنطاق ده، بنحتاج إدارة المخاطر وإدارة الأزمات. دور إدارة الأزمات هنا مهم جدا، لأن هو اللي هيحط الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة تداعيات الموقف، لمواجهة الأحداث والمتغيرات اللي بتحصل. يعني كورونا أزمة مصنفة أنها أزمة عالمية صحية وليها تداعيات اقتصادية كبيرة جدا جدا، ولغاية دلوقتي لسه إحنا عايشين في تداعياتها. طيب، هي في الأول كورونا خرجت من بلد وكان الناس فاكرة أن هيتم احتوائها، هي خرجت بره حدود البلد وخرجت بره حدود القارة وعبرت المحيطات وصلت لجميع القارات. فهنا دي الطوارئ اللي احنا فيها، لما خرجت بره حدود السيطرة بقت اسمها كده طوارئ، بقت اسمها أزمة. احنا هنا محتاجين فعلا إدارة الأزمة تشتغل، وفعلا احنا إدارة الأزمة بتدينا على طول الإجراءات المهمة الاستباقية، دورها مهم جدا لأنها بتستفاد من الدروس اللي حصلت في الدول التانية. في يعني الدول التانية في نفس الأزمة ولا في أزمات سابقة؟ خلينا نتكلم على أزمة كورونا. فالدروس المستفادة في الدول اللي سبقتنا في الموجات، إحنا هنا دور الأزمات لازم بنستفاد بيها. وخصوصا ان احنا بتجيلنا يمكن متاخره شويه، الحمد لله. بالظبط، يعني انت خدي بالك، هي نقلت عشان تعرفي انها برضو ازمه. نقلت من الموجه الاولى للثانيه للثالثه للرابعه، قلنا خلاص هتخلص، احنا لسه في الرابعه، الخامسه بدات. بالظبط، فدلوقتي كده الاحداث والتغيرات متلاحقه. من اول تبص تلاقي الفيروس بيتغير، الفيروس متحور، اعراضه بتتغير، فانت عندك احداث. هنا دور إدارة الأزمات تتابع الأحداث دي عشان تلحق تحط الإجراءات اللي تحتوي بيها الأزمة. طب حضرتك قلتي لي إن في إجراءات احترازية أو قواعد أساسية للإجراءات الاحترازية، إيه هي القواعد في علم إدارة الأزمات؟ بصي، لو إحنا هنراجع كده سريعا إدارة الأزمات عملت إيه؟ أولا إدارة الأزمات بتبقى بتصدر من جهة مسؤولة، يعني الدولة. عشان الإجراءات دي تتنفذ فبتطلع من الدولة، وهنا مشكورة إدارة الأزمات في الدولة. لو رجعنا لورا شوية هتلاقي المجهودات بدأت من زمان، من أول ما بدأوا يعملوا يعني إيه فيروس، نشر الوعي عن الفيروس كورونا، إحنا ما كناش نعرف حاجة عنه. صحيح. طب إيه أخطاره؟ طب نتجنبه إزاي؟ بدأوا يحطوا الإجراءات الاحترازية لتطبيقها. عملوا لجان تنزل وتشوف الأماكن العمل والأماكن العامة هل هي بتطبق ولا لا.
ده دور الدولة في إدارة الأزمات. طيب إيه مهم إدارة الأزمات اللي هي بدأنا نسمع عنها من كل تسمعي غلق المحلات لها مواعيد معينة، تسمعي إن الكافيتريات، وتسمعي المصالح الحكومية، المواعيد دي مين اللي بيحطها؟ إدارة الأزمات. ليه؟ عشان احنا شفنا مؤتمرات كتيرة في يعني في وقت الأزمة، لما الأزمة الكبيرة يعني أو في بداية الموجات، كان يعني رئيس الوزراء والوزراء يجتمعون، نشوف المؤتمرات حتى على الهواء بيقولوا التعليمات كل فترة. بالظبط، فهي التعليمات اللي هي ممنوع التكدس هيتم إزاي؟ لازم يتم عن طريق قرارات، ممنوع التكدس، ممنوع المؤتمرات، غلق المحلات، المواعيد بتاعتها اللي احنا بنشوفها. عشنا احنا الاجراءات اللي بتطلع من فتره لفتره. اكتشفنا يعني برضو اداره الازمات هي اللي ساعدت على توفير المستلزمات الطبيه، الكمامات اللي موجوده، الكحول، الاكسجين. هي هنا دورها تلحق وتساعد في احتواء الازمه. ايه اللي حصل في الدول الثانيه؟ ايه التجارب اللي حصلت هناك نلحق نستفاد بيها ونطبقها؟ اعتقد ان اداره الازمات يا دكتور هاله مستحدثه هنا في مصر، يعني لم تكن موجوده لحد وقت قريب. بصي، هي اداره الازمات اكيد موجوده، بس ما كانتش بتمسنا قوي زي كورونا. لان اداره الازمات بتشتغل في كل الاوجه الحياه، اقتصاديا، سياسيا، صحيا. احنا حسينا لانها مستنا احنا كمواطن لما بدانا نقعد في البيت. ايه ده، احنا هنقعد في البيت؟ طب احنا هنشتغل من البيت، طب هنتعلم كنا من البيت، يعني الكالتشر والثقافة ان انا اروح كل يوم الشغل، لا اتغيرت، بقيت قاعدة في البيت بشتغل اونلاين. فطالما بدأت تمسني وتأثر على حياتي في الخروج والدخول البيت، وان امارس الانشطة بتاعتي العادية وحياتي اليومية، بدأت اتنبه ايه كورونا دي بقى، يعني ايه بقى الازمة، ايه الازمة. بس طبعا في ازمات، يعني انت عندك قبل كورونا كان في أزمة تانية اللي هي انخفاض أسعار البترول، كانت دي أزمة، بس يمكن ما كناش حاسين بيها قوي بشكل مباشر، ما كانش كل بيت حاسس بيها. بس أعتقد أيضا أن احنا شفنا في إدارة الأزمة، ودي حاجة الحقيقة نشهد بيها للدولة، أنه في مصر أرفف السوبر ماركت. بالظبط، لم يعني ما شفناهاش تفاضية زي ما شفناها في دول الحقيقة كانت غريب أن احنا نشوف فيها دول كبيرة يعني. بالظبط، ما هو هنا ده دور إدارة الأزمات، تديلك الإجراءات الاستباقية اللي احتواء ايه لمنع الخسائر او تخفيف حدة الخسائر. فده اللي عملته فعلا، تلاقي يعني فعلا احنا المواد التموينية ما حصلش عندنا زي دول اللي بره. صحيح. في الوقت الحالي دور ادارة الازمات مهم جدا، انه لازم يوجد خطة استمرارية العمل. ودي خطة بيحصل فيها توازن ما بين صحة الانسان وصحة المواطن، وما بين ان التنمية والعجلة التنمية والاقتصاد يمشي في البلد. فعشان كده تلاقي هما دايما في خطوات استباقية عشان تحتوي الأزمة. طب حضرتك الحقيقة أثرتي نقطة مهمة جدا، احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة أخرى زي ما حضرتك قلتي، انه لازم الحياة تسير، حالة اقتصادية، ويبقى بالزبط. في خطة العمل، خلاص لم يعد الغلق ممكنا الحقيقة، وخصوصا في ظل وجود تطعيمات، وفي ظل وجود علاجات وإلى آخره. حضرتك شايفة الخطوات الاستباقية القادمة وإدارة الأزمة في الفترة القادمة تكون ازاي، بحيث انه الحياة تعود تقريبا طبيعية، وفي نفس الوقت الإجراءات الاحترازية ما زالت موجودة؟ يعني كورونا لم تذهب بعد. لا، كورونا لم تذهب. ودي برضو يعني زي ما نقول من النقاط اللي هي مش محببة في أي أزمة، لأنك مش عارفة تخلص إمتى. نقول الموجة الأولى خلصت، لا خلاص، لا ده هي لسه ممتدة، ملهاش زمان. فأنت دايما عايشة في حالة ترقب، بتعرفي إيه اللي هيحصل. طيب، وأنت دايما شغالة في سباق مع التغيرات دي عشان توفري النقص اللي هيحصل لقدام. فاحنا شغالين في سباق مع الزمن. طيب احنا دلوقتي بالنسبه للاجراءات اللي قلتي عليها، ازاي نستمر؟ انا شايفه ان الاجراءات دلوقتي بدات في تصاعد، يعني الاول كان بيطلب مننا الطلب مننا توفير اللقاح، طلب من المواطن، انا كمواطن ان انا اروح اسجل اسمي عشان اخد دوري في اللقاح. الاول كانت العمليه اختياريه، فكانت الناس يعني بتفكر اروح ولا ما اروحش. كورونا خلت حياتنا، نمط حياتنا يتغير، وسلوكياتنا اتغيرت. فالاول كنا نقول لا اختياري، دلوقتي بقى اجباري. انت النهارده في عندك قرارات ظهرت انه 15/11 مفيش مواطن هيدخل المصالح الحكوميه او هيدخل مقر عمله الا على الاقل لما يطعم. طب انا بعمل كل ده ليه؟ انا بعمل ده ليه؟ عشان عجله التنميه الاقتصاديه تمشي، واحافظ على
الناس اللي اتطعمت كمان ويبقى الفاضل اللي متبقي حاسس بأهمية ان هو لازم يروح يتطعم عشان اوصل للمناعة المجتمعية اللي زي يعني المناعة تجاوزا بيقولوا عليها مناعة اقتصادية نوصل للمناعة الجماعية كل ده انا مش عايزة اغلق انا عايزة استمر طيب عايز اعرف برضو من حضرتك بمناسبه هذه الاجراءات يمكن الدوله وده طبعا الحاصل عالميا يعني انه نزل سن التطعيم ايوه من 18 يعني كان الاول لحد 18 الان من 18 ل 15 بالظبط كده فشايف حضرتك هذه الخطوه وهي طبعا سمح بيها منظمه الصحه العالميه هي خطوه حلوه لاني طبعا مش هنقدر نتناسى الفئه العمريه من 15 ل 18 قد ايه دي فتره مدارس طبعا ودخول جامعات فدي فئه وعدد أكتر لا يستهان بيتحرك يعني على طول في حركه مش هتضطري تحبسيهم ولا تقول لهم مش هتروح ولا تيجي اطلاقا خالص ده ما ينفعش السن ده فهو كويس ان احنا دخلنا الفئه العمريه اللي هي من 15 ل 18 تاخد اللقاح عشان نضمن برضو اكبر عدد واكبر عدد بيبقى تكدس في المدارس وفي الجامعات اللي هي مخلطين نبقى ضمننا الجزئيه دي ان هم كلهم ملقحين طب شايفه بقى وعي المواطن يا دكتور هاله يعني احنا يعني كنا بنقول كتير احنا بنراهن على وعي المواطن هل وعي المواطن بالدرجه الكافيه هل لا وعلى فكره الكلام ده ما كانش في مصر بس ده كان في العالم كله بالظبط يعني اعتقد ان العالم كله اعتقد سلوك البشر تقريبا اتغيرت وسلوك البشر واحد يعني في ايطاليا في امريكا في كل الناس لما قالوا بنراهن على وعي المواطن ما اعتقد ان الجزئيه دي كان فيها كلام شويه طبعا شايف حضرتك وعي المواطن ازاي في مصر بصي قبل ما اتكلم على وعي المواطن انا هحب هنا بس اشكر المجهودات اللي اتعملت ما انت عشان اداره الازمات تنجح هتعتمد على وعي المواطن طب وعي المواطن هيشتغل ازاي لازم انا كاداره ازمات اتواصل معاه وافهمه خطوره الموقف وافهمه الاجراءات الاحترازيه اللي اشتغل يعني لازم يكون في تواصل مستمر ما بين اداره الازمات ايا كانت في شكلها ايه في شكل الاعلام المرئي والمسموع في شكل الدورات التدريبية اللي هي السلامة اللي بتتعمل في أماكن العمل أوعي أوصل التوعية لغاية عندهم وده تمام اتعمل ده يعني مجهودات خطاب إعلامي يعني الحياة كل فطبعا ده مشكورة الدولة حققته طيب طالما أنا وصلت المعلومة عندي كمواطن يبقى لازم هنا أعمل إيه استجابة لازم أعمل تدخل لازم أتحرك لازم أروح أعمل يعني أخد دوري في اللقاح وأروح أطعم أشوف إيه الإجراءات الاحترازية اللي مطلوبة مني في مستوى المصالح وأطبقه طيب الوعي لو إحنا هنعتمد على الوعي لا طبعا مش هينفع لأن إدارة الأزمات مش هتنجح أنا محتاجة وعي المواطن عشان يفعلها على أرض الواقع يعني يكون في تعاون ما بين اداره الازمات ووعي المواطن لو انا مش هتفاعل مع الاجراءات الاحترازيه ومش هسمع الكلام مش هنفذها لو مش هبقى حريص ان انا ادخل مصلحه حكوميه واشوف التطبيقات اللي قدامي والاجراءات انفذها يبقى ما فيش فايده يبقى انا كده في وادي والاجراءات في وادي لازم تفاعل المواطن مع الاجراءات عشان تتطبق هنقول في قله بعيده شويه عن الاجراءات الاحترازيه بس مع الوقت خلاص الأكترية دلوقتي والأغلبية دلوقتي فعلا بتخاف على أولادها وبتخاف على أهلها وبتخاف على الناس اللي عندها وخصوصا كبار السن فلو هتقارني من الأول لا دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة أحسن بكتير في وعي المواطن عن الأول يا حضرتك شايفة استجابة المواطن بقت أكتر من الأول القوافل يعني بالظبط القوافل الطبية لما نزلت الناس راحت المراكز اللي بقت موجوده في المترو الناس راحت قال لك لا الموضوع بقى ما بقاش هزار انا بيتعلق مساله الحياه او الموت يعني الموضوع بقى حياتي انت طالما ان الحاجه قدامي لا يبقى في اهتمام طب انا ليه اتجاهل وجودها فانا اثرت المسافه عليا اثرت مسافه حتى كمان على الناس اللي مش متفهمه مدى خطوره الموقف لا ده الحاجه جت لغايه عندي فدي كويسه دكتورة هلا اسمحي لي ناخد فاصل ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا بعد الفاصل مباشرة رجعنا مع حضراتكم مرة تانية والحقيقة الحديث عن كورونا مازال مستمرة لأنها مازالت للأسف مستمرة معنا يمكن زي ما احنا عارفين في دول أوروبا في النمسا في ألمانيا في فرنسا دخلوا في الموجة الخامسة وبقوة نتمنى على الله إن احنا ما ندخلهاش يا دكتورة هيلة ولكن طبعا زي ما بنقول إنه إدارة الأزمات والإجراءات الاحترازية وإن احنا مسبقا نبقى عاملين حسابنا حضرتك تقولي إيه للأسر عشان يعني ما يحصلش عندنا تفشي في الموجة الخامسة أو حتى لو جت ما تكون أقل ضراوة يعني
شوفي، اول حاجه هننبه عليها انه لازم كل الاسر المصريه تبقى متاكده انها اخذت اللقاح. خلاص مفيش مجال دلوقتي ان انا افكر واقول اخده او ما اخدهوش، ده قرار اجباري بقى خلاص. يعني احنا حياتنا دلوقتي بقت مجبره مش مسيره، مش لسه بفكر. طيب الاسر المصريه حتى لو هنقول حتى لو انت اخذت اللقاح لازم نلتزم بخمس قواعد اساسيه في حياتنا. ارتداء الكمامه. الكمامه دي بقى ما اعتقدش ان حد ملتزم يعني احنا بنسبه كبيره. ارتداء الكمامه مهم جدا حتى لو اللقاح خدته، اللقاح مش هيمنع كورونا بس اللقاح هيخفف الاعراض. طيب ما انا ممكن ابقى كارير، ابقى ناقل، طب ما انا البس الكمامه. هنقول على الاقل في الاماكن المزدحمه والمغلقه، الاماكن المغلقه، الاماكن المكتظه، الاماكن اللي ما فيهاش تهويه، المواصلات العامه. انا رحت في مكان فيه مصالح وفيه تكدس من الناس، خليك لابس الكمامه. لما تطلع في مكان مفتوح هواء طلق ما فيهوش التكدس براحتك بقى، بس طول ما انت داخل في وسط الناس خليك لابس الكمامه. الجزئيه الثانيه تعقيم اليد، خليك في جل وفي مطهرات بقت موجوده في كل الاماكن واسعارها مناسبه ومتداوله في متناول الجميع. لغايه ما توصل لمصادر المياه والصابون وتغسل ايدك. احنا ليه بنتكلم على غسيل الايد؟ لان وانا ماشيه اكيد هيبقى في اسطح مشتركه. زي ايه؟ اكره باب، الترابزين، السلالم، الاسانسير طالعه، الاوراق الماليه في التداول مع الناس، اكياس المشتريات، كل دي اكتر من اسطح لمسها اكتر من واحد. صحيح. فانا خليني حريص في نهايه التداولات ونهايه اليوم اغسل ايديا بالميه والصابون. وعايزين نقول ان هو ما زال ينتقل عن طريق الايدين. طبعا ينتقل. طيب الثالثه المصافحه والسلامات. نقلل المصافحه ونقلل السلامات. نخلينا حتى بالاشاره كده من بعيد لبعيد، بلاش بلاش السلامات، بلاش السلامات الحاره. يعني خلي يعني خلي بالك من نفسك. رابع حاجه اتيكيت العطس. طب انا هعطس في وسط ناس، في منديل ممكن استخدم، الكم. خليني بقى عشان كده بقول خلينا بالماسكين اللابسين الكمامه، هتحميك من الرذاذ العطس الاخرين. يعني انت برضو هتبقى في الامان. اخر نقطه ودي اللي بننبه عليها، التباعد الاجتماعي. هتقولي لي هحققها ازاي؟ هقول لك يعني التباعد الاجتماعي صعب قوي، ده مش موجود التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي لو انا هقول نقطه، لو انا نازله اشتري حاجه في التباعد الاجتماعي اختار المواعيد اللي ما فيهاش تكدس. يعني ابعد لو انا رايحه اشتري احتياجات للمنزل ابعد عن خميس وجمعه، خليني في وسط الاسبوع. يعني مثلا المول، السوبر ماركت، الاماكن اللي هي المزدحمه جدا اختار مواعيد، اختار المواعيد الرايقه اللي فيها التكدس اقل. اختار لما اكون رايحه اقضي مصلحه حكوميه ليا او في اي مؤسسه او حاجه اروح المواعيد اللي بدري، بلاش مواعيد الراش تايم اروح فيها. يعني انا ممكن في ايديا اختار المواعيد اللي ما فيهاش التكدس. التباعد الاجتماعي مهم جدا، احترم العلامات اللي موجودة على الأرضية. التباعد، أنا النهاردة طالعة أسانسير ولقيت فيه الكباستي بتاعته 10، مع كورونا هتلاقي إن العدد اللي موجود العلامات الإرشادية اللي على الأرض 5. معناها إيه؟ معناها عشان يدي مساحة بينك وبين الناس الواقفة. حتى لو أنا اضطريت أركب في أسانسير مزدحم بالزبط. لأي سبب لازم أكون لابس الكمامة. بالظبط. يعني لأن ده مكان مغلق. ده مكان مغلق. فأنا دلوقتي بنتكلم على التباعد الاجتماعي، ده مهم جدا. في كل الاماكن، المدارس دلوقتي احنا بنركز عليها، في الجامعات بنركز عليها. انا معاكي ان الناس دلوقتي نسبه كبيره دلوقتي اخذت اللقاح، بس خليني برضو اشتغل على الاجراءات الاساسيه دي. الاسره لازم تعلم ولادها يبقى في ثقافه الاجراءات الاحترازيه ببساطه. في المدارس الولاد تاخد بالها، ما تبدلش الماسكات مع بعض، ما تلعبش، يعني في حاجات ترجع من المدرسه تغسل ايديها، تغسل وشها، تغير هدومها، تغسل وشها، تغسل ايديها. بالظبط كده. الاجراءات الخمسه اللي احنا قلنا عليها دي خليها سلوك في حياتنا. يعني لما اروح في مكان ولاقيه زحمه ومش هيحقق التباعد الاجتماعي، يعني حد ممكن يعني مش لازم ادخل لو انا مش مضطره بعيدة شوية الكمامة. وعايزه اقابل اصحابي اقابلهم بره في الهواء الطلق. بلاش في الاماكن المغلقه، بلاش الاماكن اللي ما فيهاش تكييف تهويه. بالظبط. الحمد لله ان احنا ربنا برضه حبانا بجو، يعني حتى في الشتاء عندنا جو نقدر نكون الحمد لله. كمان دلوقتي الجو حلو، يعني ممكن نقدر نتقابل بره.
وناخد بالنا ان دخلت الشتاء وانخفاض درجات الحراره هتتشابه الاعراض. فخليني دايما زي ما بيقول في مبدا السلامه، اول مبدا عندنا سلامتك اولا. والوقايه خير من الف علاج. بالتاكيد. طيب دكتوره هلا بقى نتكلم عن الامراض النفسيه اللي جت لنا كلنا. أيوة. جميعا يعني مفيش حد فينا بسبب كورونا، وطبعا كل التداعيات اللي حصلت وكل الظروف الصعبه اللي كلنا مرينا بيها. كل واحد والاسر كلها والاولاد والكبار يعني وكل الشرائح العمريه، يعني في عدد كبير من الامراض النفسيه او من المشاكل النفسيه، جزيره تعبير، اكتئاب، وسواس قهري، مخاوف، يعني ازاي بقى نتعامل مع هذه الاثار؟ يعني شوفي القلق بيجي لنا من سماع الاخبار الكئيبه. اللي نفتح يعني وسائل التواصل الاجتماعي بقت وفيات، صفحه وفيات، صفحه وفيات، وكلها اخبار مش مفرحه. فأنا عليا دور إني أهتم بالأسرة، نهتم بالرياضة، نهتم إن إحنا لازم نخرج في الأماكن المفتوحة، نشم هواء، نتنفس هواء أكسجين، نروح الأماكن اللي فيها خضرة، نبعد عن الأماكن اللي فيها زحمة، أكل صحي، بلاش الأكل الخارجي، خلينا على الاكل الصحي، الفواكه نكتر منها، العصائر نكتر منها، السلطات، نهتم بالرياضه ما نكسلش ولو كل يوم نص ساعه، دي مهمه جدا. خلينا نسمع، نحاول نسمع الاخبار الحلوه. يعني الودن برضو تسمع الحاجات، الاغاني الهاديه ليه؟ لان كل ده مع الوقت الجسم بيستوعب وبيخزن كل ما هو اخبار سيئه وكئيبه. على فكره يا دكتور انا عايزه اتوقف مع حضرتك عند الجزئيه دي، لان يمكن احنا كلنا بنتاثر وما بناخدش بالنا بحجم التاثير الشديد. لا. من الاخبار السيئه او لا. المفجعه او يعني المحزنه. طبعا بعد فتره الانسان بيجي له حاله من الحزن، يبقى مش عارف ليه. صح، من الاكتئاب. واحنا دلوقتي بتسمعي دلوقتي كتير صفحات الوفيات، تسمعي كتير عن يعني احنا كورونا كمان مفيش اسره عدت الا لو في فرد من افرادها انصاب بكورونا، على الاقل عشنا حاله قلق وعشنا حاله خوف، وهل البروتوكول شغال معاه، هل هيتعافى ولا لا. فده ادى قلق طبعا. كمان انت عندك اسر فقدت كتير افرادها، واصبحت كورونا بالنسبه لها ذكرى ماساويه طبعا، بتفكرهم طبعًا بالناس اللي فقدوها. فغصب عننا احنا عايشين دلوقتي وحتى الناس اللي عدت من الكورونا برضو. في ناس تركت عليهم الكورونا اثار كبيره، ضعف ووهن يعني. فكل الناس دلوقتي عندها بما يكفي من تجربه كورونا. فعشان كده بنقول نحاول نطلع من الجو الكئيب ده. ان احنا رياضه والاكل، نخرج في الهواء الطلق، نخرج الصبح. يعني الهواء الصبح في الاماكن الخضره دي مهم جدا. يعني ممكن نغير بقى من نمط حياتنا. هنقابل الاهل دلوقتي طبعا، كنا الاول بنتعامل بالفيديو كول ونتكلم بالانستجرام وفيديو والحاجات دي، ممكن دلوقتي نخرج. يعني الدنيا فتحت، احنا الحمد لله ان مصر يعني ربنا يحفظها البلد الجميله، ان احنا برضو احسن من غيرنا بكتير. طبعا. ده لطف من عند ربنا. طبعا. يعني برضو الناس قادره تمارس حياتها وبتخرج. مفيش، الدنيا ما قفلتش. انت عندك دلوقتي في دول الاغلاق اللي موجود في الدول، انت عندك في دول قفلت دلوقتي، في دول قفلت فده هيجي لهم حاله اكتئاب ثانيه. فاحنا نستغل الفرصه ان احنا لسه بنخرج ونمط حياتنا ما اتغيرش. اللي عايز يخرج بيخرج. بس نخرج بقى في الاماكن اللي فيها خضره. نبعد عن الاماكن المغلقه، نقابل الاصحاب بره، بلاش في البيت. لانه يعني نبعد برضه عشان نحقق مبدا التباعد الاجتماعي والسلام. طب ايه يا دكتور عموما اللي بيحسن الحاله المزاجيه؟ يعني هل احنا زي ما قلنا مثلا انا بسمع اخبار سيئه كتير كتير كلنا، فده بيأثر علينا من غير ما نحس، هل نحاول نروح للاخبار المفرحه، للاخبار الايجابيه، يعني بصي خلينا نروح للاخبار الايجابيه. خلينا نشوف الانجازات، خلينا نشوف ايه الحاجات اللي تدينا دفعه واحنا مش حاسين. برضو هنا انا عايزه اقول، بس عايزين نقول ان ده مش كلام مش نظري. لا. يعني ما نعملش ده نظريا، احنا نعمله عمليا. عمليا انا كمان كمواطن ممكن ان انا اشارك ويبقى عندي الروح المورالتي، الروح عندي عاليه، المعنويات عالية، ان انا اشارك حتى بايجابياتي في نشر وعي ثقافة ازاي اتجنب كورونا. يعني ملاقي حد مثلا مش فاهم حاجة، مش لابس الماسك، بعيد خالص عن تطبيق الاجراءات، ممكن اعمل انا تدخل ايجابي واتكلم معاه وانصحه، احس كده بمشاركة مجتمعية ان انا بساهم. هل يا دكتور الطاقة الايجابية او الطاقة السلبية معدية؟
طبعا معديه. اه الطاقه السلبيه معناها المناعه نزلت على طول على طول على طول فورا. لما الواحد يزعل وتلاقي حصل خبر زعل وتاثر تبص تلاقي مناعه نزلت، انا عييت، طب عييتي ليه؟ لان المناعه نزلت. صحيح. فاحنا لو هنستمر في تصدير الطاقه السلبيه للاخرين مناعتنا هتنزل وهم هتنزل وكلنا هنعيا. لا، احنا محتاجين في الوقت ده يبقى عندنا طاقه ايجابيه، نقف جنب بعض، نساعد بعض، خصوصا في ناس بتجيلها الكورونا بيبقى حالتهم النفسيه وحشه جدا. ده محتاج تسال عليه. طبعا طبعا ده محتاج تدعمه ان شاء الله بالتليفون، تسال عليه وتقول له اخبارك ايه، وان انت هتبقى كويس، تحس ان هو متواصل مع العالم الخارجي، مش معناه ان كورونا اتعزل يعني لا ما كلمهوش. فانا هنا بدي طاقه ايجابيه ليا وهو بياخد طاقه ايجابيه، ده كده في تعاون، تحسي كده ان وجودك برضو ليه معنى، بتساهمي في الخدمه المجتمعيه مع البلد. لا، واعتقد يا دكتور كمان الطاقه الايجابيه يعني انه فكره ان انا زي يعني مش عايزه اقول كده بس الناس بتغريها قوي فكره نشر الاخبار السلبيه والاخبار المحزنه والمفجعه، لكن الاخبار الايجابيه لما بننشرها كتير بتعمل موجه من الحاله الايجابيه. طبعا الناس تبقى سعيده، الناس تبقى مقبله على الحياه، يبقى عندها امل لبكره. بالظبط. انت حتى كمان ممكن لما تبقى عندك اخبار ايجابيه تسحبي الناس من الاخبار من الحزن اللي هم فيه. يعني انا بحط خبر ايجابي مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، دي حاجه مهمه جدا لازم طبعاً نعملها كلنا، مش كده؟ طبعا. يعني بصي، هو للاسف ان الاخبار المحزنه بقت كترت قوي للاسف. وفي حاجات بتخليكي وانت حتى لو سمعتي عن خبر وفاه حد مش قريب ليكي بتحزني له. طبعا. فلما بالك كتير من فقد الزملاء الحقيقه والفتره اللي فاتت الله يرحمهم جميعا يا طبعاً رب، ويعني ويغفر ليهم، الاخبار ورا بعض متلاحقه بشكل غير عادي. فغصب عنك حتى لو انت مش عارفاهم، مشاعرنا كانسان يعرفهم يزعل اكتر يا دكتور، بتتاثري. فطبعا احنا غصب عنك بتدخلي الحاله المزاجيه السلبيه اللي فيها طاقه سلبيه. بس احنا بنقول في كورونا نحاول نبقى عندنا طاقه ايجابيه. وما نستسلمش للطاقه السلبيه لفتره طويله، نخرج منها للطاقه الايجابيه ونحاول نخليها معديه، ونستغل ان احنا الحمد لله يعني برضو في حركه عندنا، الناس بتروح شغلها. الناس بتخرج، الناس بتروح اماكنها، مفيش عندنا الغلق، مفيش عندنا في تطعيمات، في حديث عن ادويه قريبا تكون موجوده ان شاء الله باذن الله. وعايزه برضو هنا اقول حاجه، من مجهودات اداره الازمات الحلوه اللي اتعملت موضوع الجواز السفر الصحي. ده جميل، ده موجود على الموقع الالكتروني. الناس اللي خدت اللقاح تدخل تحط بياناتها وتحط صورتها. ده هيبقى جميل جدا انه يبقى اثبات ان انا اخدت اللقاح في اي مكان، مسافر في اي حته، هيبقى عندك اثبات سهوله الحركه. سهوله الحركه انا طبعا. الحقيقه بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات القيمه، دكتوره هاله المناخلي استشاري استلام والصحه المهنيه، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتينا. شكرا جدا. وبشكر كل حضراتكم، بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كلنا نخلي بالنا على نفسنا، وبقدر ما الاخبار فعلا محزنه ووجعت قلوبنا جميعا، بس خلينا نتفائل ونخلينا نتمسك بالطاقه الايجابيه ونخليها معاديه لينا جميعا. اصبحوا على خير.